العراقية، وصدق ذني إذا صدرت بيهن قرارات باكر الشعب العراقي ياخذ لك تحية بالشوارع، وصدق يقول لك أنت الشهيد الحي وخذ زلمة. يلا خلينا نبدأ بالملفات، وهاي الملفات قدام عيني. الملف الأول، عندنا 1400 متقاعد من الرئاسات الثلاث، من أيام مجلس الحكم، جمعية وطنية، لجنة كتابة الدستور، 3 دورات برلمانية، المالكي متقاعد، غازي عجيل ياور متقاعد، برهم صالح، إبراهيم الجعفري، عادل عبد المهدي، وحسبوا القائمة للأخير. هذولا عددهم 1400 متقاعد، الدولة العراقية تنفق عليهم شهريا مليارات. أقل راتب برلماني وأنا قاعد وياي ضيف برلماني وسألت هذا السؤال، قلت له شقد تستلم راتب أنت 4 سنوات خدمت الدولة؟ قال لي أنا أقل واحد أستلم 5 مليون دينار عراقي. هذا 5 مليون المسكين، بس بعض المرتبات توصل 50 و58 مليون، مثل ما طلع رئيس مجلس النواب العراقي الأسبق المشهداني قال راتب 58 مليون، إبراهيم الجعفري راتب 58 مليون، الياور كان راتب 50 مليون، مام جلال كان راتب 50 مليون، وهكذا. رغم تخفيض العبادي لكن ما زالت هاي مليارات. جرت قلم صغيرة من أول يوم توليك السيد الكاظمي تستطيع أن تسترد أموال بالمليارات تصرف ل 1400 من دولة. ملف الثاني سريعا، ملف الدرجات الخاصة والرئاسات الثلاث، مخصصاتهم والمنافع الشخصية مالتهم، سياراتهم، حماياتهم، بنزينهم، مخصصات الراتب مالتهم، 45 تريليون دينار عراقي، أي ما يعادل 37 مليار دولار. يا شعب يا عراقي، تحتاج إلى توقيع رئيس الوزراء من أول يوم، مو 70 يوم صار له بالمنصب، أول يوم يوقع أنا بأزمة مالية، عندي كورونا، عندي كهرباء ماكو، شعب عراقي عاطل عن عمل، ناس طالعين عليه تظاهرات، أوقع إيقاف مخصصات الرئاسات الثلاث في الدولة العراقية التي تقدر 37 مليار دولار يا رئيس الوزراء. الملف الثاني. الثالث، عندنا من 500 ألف إلى 600 ألف عراقي يستلم راتب خارج العراق. ما أحكي عن المتقاعدين، أحكي عن عراقيين من مسؤولين وغيرهم وأولادهم، عندنا مرتبات تدفع خارج العراق، خارج الحدود العراقية، وتأكدوا من المالية العراقية، من 550 ألف إلى 600 ألف شخص يستلم دون وجه حق راتب من الدولة العراقية. تمام. الملف الآخر والأخطر، السفارات، القنصليات، الملاحق الثقافية، الملاحق الاقتصادية، أجورهم، إيجاراتهم، بدالات إيجار، مصاريفهم، مخصصاتهم تقدر بالمليارات في بلدان حتى ما عدنا بيها مواطن عراقي ساكن هناك أو لاجئ. يستطيع رئيس الوزراء مراجعة كل هذه الملاحق وإيقافها فورا بجرة قلم. الملف اللي بعده، سحب يد كل مدراء العامين والوكلاء، هذول غالبيتهم جزء من الفساد والمحاصصة، اللي صفقوا يعادل عبد المهدي لإعادة 6000 مدير عام ووكيل ودرجة خاصة إلى الخدمة وترقيتهم وتكريمهم، اللي سرقوا الشعب العراقي، غالبية من عندهم سرقوا الشعب العراقي، إعادة عودتهم إلى دوائر الدولة وبقاهم في المناصب. هذول إذا صدر قرار بسحب اليد راح يحقق جمهور بالشعب العراقي بشكل مو عادي. الأهم من هذا الموضوع، الآن الشعب العراقي من عام 2005 إلى الآن يدفع 450 بنزين، اللتر البنزين، و 7000 دينار اسطوانة الغاز. يستطيع رئيس الوزراء تخفيض البنزين بقرار يسويه ب 300، ودبة الغاز مكان هاي المواطن العراقي المفجوع اللي ما عنده لقمة خبز، اللي ما عنده كيلو طماطة، يشتري دبة الغاز أو اسطوانة الغاز ب 7000. هاي قرارات مهمة يستطيع رئيس الوزراء